اهلا بيكو. احنا دلوقتي في اخر جزء من المحاضرة بتاعة الاونلاين كرييشن. كنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن استخدام الاونلاين اوفيس تولز وبالذات جوجل، واتكلمنا عن ازاي تعمل ويكي سوري بلوج. المرة دي هنتكلم عن الويكي. الحقيقة الويكي من ضمن التكنولوجيز اللي اتطورت في الفترة اللي فاتت وأثبتت فايدة كبيرة جدا، عاملة إلى حد كبير في الأول هيبقى شكلها زي البلوج. الحقيقة بعد كده تقدر انت تدخل فيها الامكانيات التانية اللي موجودة، زي ان انت تقدر تعمل حاجات لها علاقة بالسيكوريتي. بس اهم حاجة في الويكيز الحقيقة هي ان احنا اكتر من واحد يقدروا باي ديفولت، اكتر من واحد يقدروا يطوروا ويعملوا اديشن لماتيريال في نفس الوقت، سواء على نفس الصفحة او صفحات مختلفة. ده اللي بيدي الحقيقة الويكي ادفانتج. من ناحية تانية برضو الويكي في الاصل بتبقى مجموعة صفحات ممكن تتصل ببعضها، وده بيخلق حاجة زي ما يكون عندك ويب سايت. في ويكيز بتدينا امكانيات اكتر، ويمكن بعضكم اذا ما كانش كلكم استخدمتوا قبل كده ويكيبيديا. ويكيبيديا معمولة على ويكي، نفس البيزك ستراكشر بتاع الويب سايت. فده مثلا هنا صورة من ويب سايت اسمه pbworks.com. pbworks.com بيدينا امكانية ان احنا نخلق فري ويكيز ونشتغل عليها. هوريكم دلوقتي شوية بسرعة ازاي ممكن نشتغل على بي بي ووركس. بس بي بي ووركس مش بالضرورة هي احسن حاجة. انا زي ما قلت لكم بختار الحاجة اللي ببلاش. في حاجات تانية بفلوس بتدي امكانيات احسن، ونفس الويكيز اللي ممكن تاخدها ببلاش ممكن من على نفس الويب سايت تعمل ابجريد وتدفع مبالغ ساعات ما بتبقاش كبيرة، وتاخد امكانيات اكتر. طبعا في الاخر اللي هيحدد الكلام ده احتياجاتك وتجربتك. تعالوا مع بعض نروح نبص على بي بي ووركس. انا دخلت هنا على pbworks.com، كان لي انا حساب قديم فهقول له لوج ان. المفروض ان انا دخلت، انا مسجل الباسورد والايميل، دخلت هلاقي الويكيز القديمة اللي انا عاملها، اخش على واحد منهم او اكريت نيو ويكي. المهم وانس دخلت هنا بقى تبتدي تقدر تلعب على الويكي بتاعتك. فمثلا اولا انا اقدر ابتدي اغير في اللي مكتوب في الصفحة الاولانية عن طريق الايديتنج. هنا نلاقي نفسنا نعمل ايديتنج زي البلوج وزي اي وورد بروسيسور. انا ممكن اغير دي مثلا هنا اكتب ويلكم تو اور نيو ويكي، وابتدي اعمل وورد بروسيسنج عادي برضو بولد واندرلاين وايتاليكس وسترايك ثرو. واقدر اغير السايز بتاع الفونت هنا، واغير كمان النور هو نوعه ايه. دي كلها حاجات امكانيات موجودة في اي وورد بروسيسنج سوفت وير وشفناها قبل كده في البلوجينج. لكن بقى لو حبينا نبتدي نغير في الكلام ده ونتفرج على امكانيات اكتر بعد ما نعمل سيفنج هنلاقيها ظهرت على طول. عايزين نشوف بقى مثلا ايه ازاي نعمل السيتنجز بتاعت الويكي كلها على بعضها. عشان نخش على حاجة زي كده هنلاقي مثلا بيقول لي طيب اسم التايتل بتاعتها ايه، في ديسكريبشن هتحطها ولا لا، يا ترى في لوجو ولا هتختار الوان مختلفة، اللي مثلا نختار الازرق بدل الاخضر. هتلاقي الخلفية اتغيرت وشكل الويكي اتغير.
اللي ممكن بتعمل اكسس كنترول عن طريق ان انت بتتحكم في السكيورتي، في ممكن تعمل نوتيفيكيشن، ممكن تحوله لكلاس روم اكاونت وتبتدي تشتغل عليه. ده كل دي امكانيات. خلي بالك احنا بنتكلم في ويب سايت اسمه بي بي وركس، بمعنى ان انت لما تخش على ويب سايتس تانية هتلاقي امكانيات تانية، تقدر تانفايت ناس للويب سايت بتاعك، وتديهم كمان امكانيات مختلفة، سواء ان هو ادمنستريتور، اديتور، رايتر، ريدر، ولا واحد بيخص على بيج معينة، او تديليت من اصله اليوزر اللي انت اضافته ده. يا ترى الريكوستس هتجيلك ريكوستس ولا مش هتجيلك ريكوستس؟ كل دي حاجات بقى بتتحكم فيها امكانيات اكبر بكتير من بتاعة البلوج، وان كان ده ممكن يلخبط بعض الناس، لكن الحقيقة يعني انا علشان الويكيز، انا قعدت مع الويكي حوالي يمكن 4 5 سنين، عملت الويب سايت بتاعي كله على الويكيز، وعملت حطيت الكورسز بتاعتي على الويكيز، وكانت اوبن، وكانت الحقيقة بتجيب فلو من الناس مش قليل. المشكله ان الويب سايت فلس. فلما الويب سايت خرج اوت اوف بزنس، طبعا الويكي اتقفلت، وبالتالي اضطريت اعمل مايجريشن. على فكره الكلام ده مش مرتبط بالويكيز بس، ممكن قوي اي ويكي يحصل فيها كده، ممكن ايفن حتى جوجل في يوم من الايام يفلس. خلاص، فا ايفينشولي انت بدونت مستخدم حاجه معتمدة على شركة تانية او ويب سايت تاني، ده بيسهل لك حاجات كتيرة قوي، لكن انت دايما عرضة، لان اوكي الشركة دي هتكمل ولا مش هتكمل، طب لو ما كملتش انت هتروح فين وهتتصرف ازاي. دي تكنيكاليتيز ممكن كتير مننا ما يهتمش بيها قوي. لما حجم شغلك بيكبر بتبتدي ممكن بقى تشتري انت سيرفر هوستنج وتنزل عليه الحاجات دي وتدفع تمن الكلام ده، طول ما انت ملتزم بالحاجة اللي ببلاش probably هتبقى انت ايه دايما عندك النقطة بتاعت السيرفيس دي هتستمر ولا مش هتستمر. بس دي طبيعة الحال وكل الناس عايشة under these conditions، فانت ما تقلقش، مش انت لوحدك اللي هتبقى في الموضوع ده. طيب احنا كده وصلنا لاخر جزء كنا عايزين نتكلم عليه في الكرييشن. المفروض ان انت ان شاء الله عندك assignment. الassignment دي هتبقى ان انت تخلق برضو ويكي على اي ويب سايت انت عاوزه، وسبميت اللينك للويكي. تاني انا بطلب منك انك تعمل الحاجات دي من باب بس ان دايما بنكسر بس الشوكة بتاعت I don't know how. انت جست خش وجرب وخبط يمين وشمال، مفيش حاجة صح مفيش حاجة غلط، في الاخر ان انت البراكتس هو اللي هيعلمك. خلينا افكركم الكورس ده كله كما لو كان وركشوب، اذا ما نفذتش او ما جربتش الحاجات اللي بنتكلم عنها يبقى الفايدة بتاعت الكورس هتبقى قليلة قوي. طيب احنا دلوقتي وصلنا لاخر المحاضرة بتاعتنا، محاضرة الاونلاين كرييشن. المفروض بقى نبتدي عايزين بعد ما خلقنا اونلاين واوفلاين وعملنا سكراب بوك وعملنا كيوريشن، عايزين نبتدي نطلع الكلام ده. فنتكلم على سم شيرينج تولز، وبعدين هنتكلم على ازاي نعمل كوزز ان شاء الله، ويبقى اخر حاجة هنتكلم عليها قبل الاخيرة ازاي تعمل ستوري بورد. كنا اتكلمنا على كلمة ستوري بورد دي قبل كده، واخر حاجة هتفضل لنا هو ازاي تعمل اونلاين لايف ليكتشرينج ان شاء الله. ارجو ان انتوا تكونوا مستفيدين من الكورس، وان شاء الله الفايدة تزيد، وتابعونا في المحاضرات الجاية ان شاء الله. أشوفكم على خير.